يسمى سليمان، سليمان بدل هذا من أسماء المدينة في جكتها هكذا. وهذا في إحدى الفندق في سليمان، ونشأ الناس هنا لاحتفال المولد، وبحمد على حضوركم. ونحن نرجو إليكم الوصية المصطفى والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة منكم، لكي نحن نريد أن نسمع من كلمة اللطيف إلى شفاء القلوب وبمحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك فعليه فيتفضل مغسول المهجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم وعظم وشرف وكرم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وهدى وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة والسيدات، أيها الإخوة والأخوات، إنه لمن عظيم المنة علينا أن نجلس هذه الساعة إنه لمن عظيم المنة علينا أن نجلس في هذه الساعة المباركة لنتذاكر في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نجلس مجلس الوفاء والحب له صلى الله عليه وسلم. فإنا بين يدي ذكرى ميلاده الذي طلعت به شمس النبوة على العالمين، طلعت به درة محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاء المشرق والمغرب بنور هذا النبي المبارك سيد الأولين والآخرين محبوب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.